رح ننتقل لفقرتنا التالية ورح نستمر بالفن والقصص الحلوة يلي عم تتقدم بسوريا يلي بترفع الراس. رح نروح لدار الأسد للثقافة والفنون يلي قدمت بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلان على مسرح الأوبرا العرض المسرحي البصري الراقص المنديل. المنديل هو فكرة وإخراج الأستاذ بسام حميدي بتجربته الثانية يلي عم يجمع فيها المسرح الدرامي الراقص والمسرح البصري في رؤية بصرية جديدة باستخدامات تقنيات متقدمة. رح نحكي أكثر عن العمل، رح نحكي أكثر عن أصداء العمل بعد أيام من افتتاح أول أيام العرض، عرض المنديل. رح نحكي أكثر مع الأستاذ بسام حميدي مخرج ومؤلف العمل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباحك عبير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حضرتك كمان مساعد مؤلف ومخرج. بالضبط. أهلا وسهلا فيك. ومخرج مساعد. أهلا. مؤلف ومخرج مساعد. أيوة. نعكستك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. مبروك مبروك الصدى الحلو يلي عم نشوفه. الله يبارك فيك. يلا الحمد لله الواحد بهاي الظروف طلعنا بهذا المشروع. انجاز. الحمد لله. اهلا وسهلا فيكم. حنبدا الحديث مع حضرتك بعدين ننتقل لك. اكيد هيدي التجربه الثانيه للمسرح الدرامي الراقص، خلينا نقول المسرح البصري. في جديد قدمتوه هي هذا الموسم؟ خلينا نقول طبعا هلا العرض الماضي هو ضوء القمر، كان عرض تقني بصري كمان، بس كانت التقنيه مختلفه عن هذا العرض. كان ثنائي الأبعاد. هذا العرض اللي قدمناه هو ثلاثي الأبعاد، فهي تقنية جديدة يعني على مستوى الصورة. يعني انت شوفي شخص هو مانو موجود فعليا، بتشوفي ديكور مانو موجود، بتشوفي فراشات، بتشوفي قصص، حدا قاعد على الكرسي هو فعليا ما في كرسي. فكان هذا الإبداع بالموضوع، والحمد لله أنا حسيت العالم كثير انبسطت يعني بهذا العرض. نعم. إن شاء الله هيك. ألف مبروك عبير. يعني مرقت على البلد وعلينا ظروف صعبة، تم تأجيل عرض العمل. يعني حكينا عن العمل مع أستاذ بسام كذا مرة وأخذنا باتصال هاتفي أيضا، ولكن خلينا اليوم نحكي عنك. يمكن بيقولوا كل تأجيل فيها خير. شو الشيء اللي تغير يوم بعد يوم؟ قدرتوا مثلا تحصروا التدريبات بالعمل لحتى تكون على اكمل وجه؟ هلا الحقيقه اكثر شيء نحن استفدنا منه هي انه التقنيه نحن كل ما اكتشفناها اكثر بحكم انها جديده بالبلد والتعامل معها جديد، فكل ما كان نحن ادواتنا صارت اكبر. وشغلة تانية بالنسبة للحقيقة الممثلين اللي معنا هن راقصين بالأساس، فنحن كان كل وقت أكبر بتدريبهم على المسرح كان مكسب لنا أكيد. فهي من الأشياء اللي نحن كتير استفدنا منها بفترة التأجيل يعني. نعم. يعني رح نتابع حديثنا ليا مع ضيوفنا المميزين، ولكن رح ننتقل للمادة التالية عن هذا العرض ونرجع مع ضيوفنا. Thank you.
يعني من بعد ما تابعنا لقطات من عرض المنديل على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون، أستاذ بسام خلينا نحكي أكثر لكل حدا ما قدر يشارك. حكينا قبل عن الفكرة، ولكن اليوم خلينا نرجع نحكي عن الفكرة، عن القصة المطروحة ضمن العرض. هلا أنا بدي أحكي بشكل عام عن التقنية لأن المؤلفة موجودة، يعني هي رح تاخذ دور بتحكي عن العرض ككتابة. هلا أنا بدي أحكي هاي التقنيات اللي معمولة هي لأول مرة بسوريا، والصعوبة كانت إنه نحن ما عندنا أجهزة كتير، فأنا استعنت ببعض الأجهزة من برا، فكان المشروع مكتوب هو تقني بصري، يعني هاي العروض هي بتنكتب بالاساس انه انت شو بدك تعمل بالمشهد. فنحن اخذنا هالمره العرض هو اسمه المنديل، يعني هي فكره انه اثنين عميان بيحبوا بعض وعايشين بسلام، بعدين بيقرروا يفتحوا، بعدين بيلاقوا لا خلينا نرجع عميان احسن. فكان انا عندي ثلاث مراحل بالعرض، هي مرحله انه هني عميان، هاي المرحلة هي الخيال كتير، يعني انت بدك تتخيلي هذا الأعمى شو عم يشوف، صحيح، انت بدك تروحي معه بقى بالتقنية انه هو شو عم يتخيل. فكان عندي تقنيات كتير إلها علاقة بانه طار على الفضاء، حلم انه طار، بعدين حلم انه نزل على الغابة، بعدين حلم انه راح على البحر، بعدين حلم انه طلع بسفينة. فالفقرة المرحلة الثانية كانت هي انه المرحلة اللي هو بقى بده يدعي لربه انه يفتح، فكانت هي المرحلة حزن وخلص اخر شيء تفاجأ لانه كان متخيل شيء هلا نحن هي المرحلة الثالثة هي اللي تفاجأ فيها وصارت الحياة ابيض واسود، يعني الواقع تبعنا شوي هيك مع الاسف. بس هي كانت المرحلة الثانية هي الاصعب، انه هي مرحلة انه اخر واحد قد ما صار شيء معه بهالدنيا وكذا بيضل عنده امل وبيدعي لربه على طول يعني. فالمرحلة الثالثة هي اللي حكيتيها عندي طبعا، هي انه هن شافوا فتحوا ام لاقوا الحياة مو مثل ما بدهم، يعني مو مثل ما كانوا شايفينها، يعني هي مقصود فيها هي البصيرة، يعني مو الشكل تماما، لان انا ما حطيت انه هو كثير انزعج منها او هي انزعجت من شكله، لا انا حطيت انه هن اثنين تنافروا من بعض، ومقصود بالموضوع هو البصيرة الداخلية، يعني هو الاحساس. انت بتشوفي شخص يمكن تقولي شكله ما كتير منيح، بس انت اذا حكيتي معه بتقولي يا الله ما احسنه هذا، ما اطيبه، ما كذا. فانا رايح بالعرض هو على البصيره مو على البصر تحديدا، يعني اعمق من الموضوع. اكيد يمكن هدف العرض يعني الرؤيه، خلينا نقول مو الرؤيه الخارجيه وهي رؤيه الاعماق. رح ننتقل لك عبير لنحكي عن تفاصيل القصه، عن هدف القصة. يمكن حكى لنا الأستاذ بسام ولكن التفصيل خلينا يكون عندك، تفضلي. هلا الحقيقة نحن أول شيء كان هدفنا إنه نحن نوصل الحس عن طريق الصورة. نعم. الشغلة اللي بدي أحكي عنها اللي هي أهم من هذا الحكي بحكم إنه العرض أنا كتير مصرة إنكم تحضرون. أكيد نتشجع. اللي بدي أحكي عنه هي آلية كتابة النص. الحقيقة العرض البصري مختلف تماماً عن كتابة أي نص عادي، يعني اللي بيصير فيه انه نحن يعني الكاتب هون هو محكوم بالتقنية بشكل مطلق، يعني فانا مضطرة احط عدة احتمالات مثلا للكتابة، عدة خيارات للحل اللي انا بدي اياه، وبشوف بدي اشوف طبعا بيصير هون اجتماع مع المخرج، وعلى اساسه انا بشوف انه هدول الاحتمالات اي ممكن تقدم لي منهم التقنية، بحيث كمان ما ينزل الخط الدرامي بالعرض. يعني شغلة تانية، نحن هون يعني اللي يعني حبينا نعطي العالم جو من روح، حلو. يحسوا انه في روح على المسرح، خيالهم يسرح معهم للاقصى. فكان الحقيقه والشغله اللي بدي نوه عليها لحتى نقدر نحن نحقق هاي النتيجه، يعني من الصعب انه حدا يقدر يترجمها الا اذا كان شاغل مسرح وشاغل سينما او دراما تماما، يعني متعامل مع الكاميرا تماما. نحن اهم شيء بهذا العرض انه كان هو دمج بين السينما وبين المسرح الحقيقة، وأنا والأستاذ بسام اثنيناتنا شغالين بهذا المجال، فالحمد لله. الحمد لله. أكيد يعني في صعوبات بمطارح. أستاذ بسام خلينا نحكي عن تكنيك الإضاءة المستخدمة لإيصال الأفكار للناس، يعني دائما ما نشوف حضرتك ضمن العروض المسرحية في لمسات خاصة لإيصال الفكرة، وكل إيفنت له خصوصية، إن كان افتتاح أي شيء بده يصير على المسرح، إن كان ضمن المسرحية اليوم. خلينا نحكي ضمن هالعرض شو تميزت لمسات الأستاذ بسام؟
العصبي. هلا حكيتي بصراحه انت، هو مسرح البصري هو مسرح الصوره، يعني هو لازم يكون عندك افاق برؤيه بالابعاد. قلت لك هو العرض يتقدم ثلاثي الابعاد، يعني انت عم تقدمي شيء صعب كثير بصراحه، كثير وخاصه يعني مثل ما قالت الانسة عبير، نحن كتبنا النص هو على التقنيه، يعني انت ما فيك تكتبي نص وبعدين اعمله بصري، لا هو كنا قاعدين سوا انه طيب بدنا نعمل مشهد بحر، قد ايه زمنه؟ كيف شو بده يصير قبله؟ شو بده يصير بعده؟ فكان كثير القصه صعبه بالموضوع، بس شوي شوي تحسنت وعملنا شيء جديد كثير، يعني هي التقنيه كانت لاول مره بسوريا انه انت تعرضي ارض وحيطان، يعني انت عم تعرضي ارض وحيطان ثلاثي الابعاد، الناس تحسه ديكور. فهي هي التقنية ما انشغلت، وهي من أصعب التقنيات، يعني بمعنى أنا عندي سجادة على الأرض عشان موضوع الإضاءة اللي سألتيني عليه، فأنا مثلا بدي أرسمها بالجرافيك وبنفس الوقت لازم السجادة ما بتغطي على إضاءة الراقص، فكانت هون صعوبة، يعني كنا نعمل جرافيك نرد نعيده، نعمل جرافيك مشهدين نرد نعيده، والإضاءة كانت يعني أساس الشغل، يعني أنت كله مكمل بعضه، إن كان الموسيقى أو الجرافيك أو الإضاءة أو الجسد، يعني أنا آخر شيء قلت لك يعني على التليفون هذيك المرة إنه هذا العرض هو متعب، إنه هو عرض راقص، فنحن لازم نروح يا باتجاه ممثل ندربه على الرقص او منجيب راقص مندربه على التمثيل. طب اذا في هالقد غلطه من قبل الراقص شو بصير؟ بتكركب العرض، بتكركب كل العرض، والعرض لايف هو يعني اجباري رح يصير فيه قصص شو؟ لا هلا الحمد لله، هلا الانتكال على الله يعني على طول الواحد ما بيحكي، اكيد اكيد، بس يعني اذا ما عملت الشيء الصعب ما فيكي يعني، وعلى طول نحن بنتفائل بالخير يعني، وكنا ما اشتغلنا يعني صح. وانا حتى كاتب بالبروشور انه حب وامل، يعني يضل الواحد عنده الامل انه يعمل شيء، فانا بتفائل على طول بالخير يعني، حتى التقنيات اللي بعملها ما بروح على الاسهل، بروح على الاصعب، يعني اما كتبنا وكذا وهيك انه هي يمكن ما بتصير وصعبه، الواحد جازف كمان ما بتزبط، لازم نحن نعمل الاصعب حتى نحقق 90% 60%. هلا امبارح كان الحضور كثير كثير ممتاز، يعني انا امبارح الناس يعني عملوا لي لازم العرض يتمدد، قلنا لهم نحن بالعكس دار الاوبرا واستاذ اندريه معلول لي ما قصر معنا يعني، فان شاء الله ينعاد بعد فتره او كمان ينهدى على سيديات لبعدين او هيك، بس تخلصوا من العروض ان شاء الله نشوفها العروض بالمحافظات ان شاء الله. اكيد هلا احنا عم نفكر باللاذقيه وطرطوس وحمص ان شاء الله، ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني مثل ما حكيت لازم نحن نعمل الاصعب لنقدر نتجاوز كل شيء من بعده وما يكون علينا اي حمل، يمكن عملكم ما كان بالعمل اسهل، وخاصه بتقنيه 3D اللي حققت نجاح كثير كبير. قبل الختام كلمه من حضرتك، كلمه من حضرتك، شو الجديد اللي انتم عم بتحضروا له للخطوه الجايه اللي انتم عم تشتغلوا عليها؟ هلا قلت لك هو هاي المشاريع مكلفه كثير، وانا يعني عن جد لان حبيت ضل وحبيت اعمل فبستنى الدعم، فانا مفكر كثير مشروع اطفال بصري، عامل اطفال بصري كمان الاطفال حقهم يشوفوا شيء جديد يعني معمول برا بس بطريقه بصريه جديده ان شاء الله، فانا هذا مشروعي القادم باتجاه مسرح الطفل لعرض مسرحية أطفال بصرية إن شاء الله. نعم إن شاء الله يا رب. عبير بالختام أكيد بدنا نشكر جهود يلي قدمتيها حضرتك وكل الكادر يلي معكم بالعمل، لأنه ما في حدا بينجح عمل وإيد وحدة ما بتزقف مثل ما بيقولوا. شكرا كثير، إن شاء الله بنشوفكم بكل المحافظات السورية وعالميا المنديل إن شاء الله هيك بنشوفه.